بداية نشكر موقع ناظور سيتي على مواكبته لأحداث المحلية والوطنية وخصوصا الشق المتعلق بمهنة التوثيق العدلي، وإذ ننوه بهذه المتابعة نشير للرأي العام المحلي والوطني أن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 13 من فبراير لسنة 2020 الدعوة إلى خوض إضراب إنذاري طيلة يومي 26 و 27 فبراير من الشهر الجاري، وذلك لسببين رئيسيين: أولهما تأخر الوزارة في إخراج تعديل قانون 16-3 والذي ظل حبيسا منذ سنة 2012 إلى اليوم، والسبب الثاني المتعلق بمرسوم الخاص بتعريفة أتعاب وأجور السادة العدول، وعلى إثر الجمع العام المنعقد بتاريخ 15-2020 واجتماع مكتب المجلس الجهوي بتاريخ 17-2020 ثمن مكتب المجلس الجهوي قرار مكتب التنفيذي واستجاب لدعوة الإضراب الإنذاري ودعا له. وبهذه المناسبة يطلب السيد رئيس المجلس الجهوي الممثل في شخصه رئيس المجلس الجهوي من كل السادة العدول الأفاضل بدائرة محكمة السناف، منها محكمة ابتدائية بالناظور، محكمة ابتدائية بدريوش والمراكز التابعة لهما، الإضراب عن العمل بكل أشكاله والامتناع عن التوثيق وعن الإجراءات المصاحبة للتوثيق لدى إدارة التسجيل أو التسجيل الإلكتروني عبر التسجيل الإلكتروني أو المحافظة العقارية وتوقيع النسخ، وطيلتي يومي 26 و 27 من الشهر الجاري. وشكراً.